اللي قال تسمحوا لي من الاخ الموجود؟ طيب انا بدي اتداخل لو سمحت. سلام عليكم. قسوره اظن قسوره 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 اي دور قسوره دور قسوره اخ وعد لو سمحتم يا شباب هدوء شوي. قسوره قسوره اخ وعد اي حيا الله قسوره اي اخ وعد حياك الله اخ وعد ايه. تقدر تقرا لنا الحديث اللي بالكافي باب ثواب العالم والمتعلم اللي حديث ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا؟ ايوه تقدر تقرا؟ إيه هذا ما يختلف عن هذا الامر، ما له علاقه بهذا الامر. شنو يختلف؟ شلون يختلف؟ ما ورثوا. شوف وانت تقول الرسول ما ورث. لحظه لحظه، انا اقول الاتي. حاج وعد يعني بعد اذنك ترى بدك تستدل بحديث كمان بدك تاخذ ثاني يعني. تفضل كمل اخي قصوره. شو يعني في تناقض تقصد؟ شيخ وعد يعني لا 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 انا كلامي موجه للحاج وعد. نعم ايوه ما فينك تاخذ عن حديث عن غيره يعني الاخ قسوره مثل ما ذكر الحديث انه الانبياء لم يورثوا ليش ما بدك تاخذ فيه هذا الحديث مثلا انت تقول انا ليش ما اخذ فيه طيب خلونا في الموضوع الان اخونا ناصر الآن ممكن أجيب أستاذ وعد ممكن أجيب تفضل لا 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 تجيب لا تجيب لحظة أنت متشيع تقول إيه ترك أخونا قسورة الله يبارك فيك أنا أدير الحوار أسأل السؤال المتشيعون أكثر من الشيعة على فكرة المتشيعون والله هم أكثر من الشيعة تاج على راسنا هم ذولا بركة بركة البرنامج تفضل يا متشيع تفضل متشيع خلي جابك المتشيع يا اخي ما كملت كلامي يا اخي وعد انا ما كملت يا ابن انت مو سالك لحظه انت مو سالك انا اكلمك انت اعطيني مجال تفضل اخي قبل لا في كلامك انا اجيب انا اجيب اي المتشيع يجاوب تفضل يا متشيع تفضل شوف استاذنا وعد الرسول صلى الله عليه واله بالنسبه للناس جميعا هو الرسول وبالنسبه للزهراء عليها السلام هو رسولها وأبوها الرسول صلى الله عليه وآله لما يتكلم باسم الأنبياء يقول لا نورث الناس لا مالا ولا درهما ولكن هل أبناء الأنبياء يشحتون يعني بعد وفاة أبيهم ألم تقول السيدة الزهراء عليه السلام لأبي بكر أترث أباك ولا أرث أبي أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة المصيبة يا أستاذي يا أبا طيب سليمان ليس نبي سليمان ليس نبي أخي لا تقاطعني الله يخليك اسمع تعلم سليمان ليس نبي أنت قاطعتني عزيز تعلم مني أنا عربي قح أنا قرشي أنت ما عندك عالم عربي أتحدث طيب قرشي من كبار علمائك عرب أنا أترك التشيع هذا جزائري جزائري أعطيني 10 علماء كبار عرب ما عندكم نحن عرب أقحاح أصلاً تكلم في الأصل ترى نحن أهل العرب إحنا اللي وصلنا لك الإسلام اتكلم في الموضوع يا من لك أنت أهل العرب أنت وين أهل العرب أنت ما تعرفون حتى تفسرون القرآن الكريم خلينا نرجع إلى القضية اللي ذكرها لا تدخل في هذا الموضوع يا واعد لأني راح ألزمك بالتفاسير المعصوم وما عندك تفسير إن شاء الله ألزمك أنا أقبل أخونا أسود يا بس أعطونا مجال شو اليوم هاجمين علينا بمناسبة ولادة الزين نحن نعرف عنك أنه أنت شخص حكيم حكيم 30 ثانية 30 ثانية إخواني الأعزاء إذا كان الحديث الذي ذكرته الأخت عليا ألزمون به من كتبنا نقول لهم التالي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال هذا الكلام يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ويسكتون ما تركناه صدق معهم الحق ولكن لماذا لا يجعلون ما موصولا يعني لا نورث ما تركناه الصدقة ما كان قد نواه للصدقة لا تأخذه فاطمة عليها السلام
وأشكركم حجينا، تحياتي للشيخ شكرا لكم وصلى الله على محمد وآله الأطهار. شكرا لكم. أدخل مسلم أستاذ وعد. أنا ما أعرف منو جنابك. شكرا لكم أبو زينب. لحظة، الأخ قسورة سأل، الأخ ناصر منو اللي أراد يتكلم؟ كرم أكرم. أنا أكمل فكرة لو سمحت. أدوات خلني كمان أرجع رأس الإجازة أنا أستاذ وعد صلى وياك. إيه تفضل أخو. لا لا خلي يتكلم الأخ اللي سأل صلى هواي. قسورة أبقى وياي. قسورة الترجل محترم. ما يخاف، راح ابقى انا وياك، اصبر. تفضل اخونا اللي سالك هواي. يا الله، السلام عليكم. متبركين بمولاده السيده الزهراء عليه السلام. استاذ وعد، عندي اشكالي من اخواننا السني. اولا، رسول الله قوله حجه وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى، هاي نقطه. النقطه الثانيه، رسول الله اذا قال ما تركناه صدقه، اذا هو نحن الان معاشر الانبياء لا نورث، بيت فاطمه هو بيت محمد وهو ورث، لماذا أبو بكر لم يأخذ بيت فاطمة؟ طيب. ثانياً، حين خروج الزهراء عليه السلام على أبا بكر، هل كانت متفقهة؟ هل كانت فقيهة الزهراء أم ليس بفقيهة؟ طيب، هاي سؤالين أحسنت، بارك الله بك، شكرا لكم أخونا. الله أرجو أن بيت فاطمة لماذا لم يأخذه أبو بكر؟ لماذا لم يأخذه أبو بكر؟ أحسنت. وين رايح؟ لحظة. لا هذا حجة، هاي حجة أستاذ وعد، هاي حجة. شكرا لكم أخونا. رسول الله حجة. شكرا لكم أخونا. لا تقاطع، قسورة لا تقاطع، إلا قدمك، لا تقاطع، شكرا أخونا. لحظة، أريد أرجع إلى الأخ قسورة وعلي ربيع، تفضل أخونا ربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لا عندك الرابط، ليش ما تدخل على الرابط شيخ ربيع؟ الرابط أرسلت على الواتساب، إذا تدخل على الرابط يكون أفضل الصوت. ماشي، يلا شكرا جزيلا. طيب أنت منو؟ كرم أكرم أكريم؟ لا علي، علي شيخ وعد، اسمحوا لي. ربيع ادخل عن طريق الرابط. ربيع انا انتظرك. دخل على الرابط اهو. لحظه خلينا نشوف الاخ ربيع. لحظه اخواني، قبل ان يتداخل الاخوه، اريد اذكر ايه، واريد من الاخ قسوره والاخت عليا وكل المخالفين ان يفسروا لي يعني هذه الايه، هل عمل بها النبي صلى الله عليه واله او لا. الآية في هذه المواضيع، هذا النقاش لا تطرق كثيرا. الآية أمامكم، هذا القرآن الكريم من سورة النحل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل، والآية أمامكم أخواني، ماذا يقول؟ يقول هنا، لاحظوا رب العالمين يقول: وما، شوفوا أخواني، وما أنزلنا عليك الكتاب. منه النبي محمد صلى الله عليه وآله. شو السبب؟ إلا لتبين لهم الذي شنو، الذي ما الذي اتفقوا أو اختلفوا فيه وهدى ورحمة. إذن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله الكتاب، والغرض هو البيان. إذا اختلفوا في أمر معين، فالغرض أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يحل الاختلاف. طيب، في القضية اللي تفضلت بها الأخت علياء، تبين أن النبي هو سبب الاختلاف. لماذا؟ كان الأولى للنبي صلى الله عليه وآله يأتي بعمه، عمه وابن عمه وبنته، يقول لها: يا بنتي، ترى نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وينتهي الموضوع. فتبين النبي هو الذي جعل العركة بين صديقه وبين بنته. هذا شلون النبي؟ الله يقول له التبين حتى لا يختلفوا، والجماعة يقولون أنه النبي يزرع الفتنة، يزرع الاختلاف بين الأمة. هذا نبي يزرع الاختلاف. أثبت لك أن علي والعباس يعرفون. إيه هو علي والعباس يعرفون. أحسن. يعرفون أن لا نور. أحسن. خوش. علي. أثبت لك. خلاص أحسن. الآن أنت تقول علي والعباس يعرفون. حيا الله الأستاذ ربيع. بس لحظة خلي أدخل الأستاذ ربيع. لحظة. حيا الله الأستاذ ربيع. حياك الله أستاذنا. بس من صوتك بلا زحمة عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالأستاذ ربيع، حياك الله ومرحبا بك. طيب الآن فقط أستاذ ربيع ثواني أخونا قسورة، أنت تقول بس لحظة، لا لحظة خدي الفكرة، لا لا يا أخوان طوني مجال. طيب ربيع أنا راح أغلق الصوت منه ونوقع على الجهاز. طيب أنت تقول أن العباس وعلي بن أبي طالب كانا يعرفان، صح؟ صح. إذن العباس وعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم جاءوا يأكلون الباطل لأن يعرفان أنهم ليس له حق، يعني هذه السبحة أخواني ليست لي، وأنا أعرف، ومين خبرني؟ النبي خبرني أنه هذه السبحة لي، ليش يطالبون بالحرام، يطالبون بالميراث؟ طيب اقرأ الرواية للناس، يلا اقرأ الرواية. الآن تورطت انت ولا غير تجاوبني؟ لا ما تورطت، اقرأ الرواية. هذا اقرأ من اول كل اسئلتكم يا اخواني، سووا ميوت بس سووا ميوت اخونا ربيع، بس سووا ميوت بس دقيقتين يا اخواني ايها المشاهدون الكرام، انا البست ما يلتزم به. هو قال ان علي عليه السلام يعلم ان الانبياء لا يورثون، وان العباس يعلم ان الانبياء لا يورثون. طيب انا ادري ان ابوي ما يورثني وموجوده فلوس بالبنك، ليش اصير حرامي واروح اخذ الفلوس من البنك او اطالب البنك؟ والبنك عمر، لماذا ذهب علي بن ابي طالب مره ومرتين هو والعباس ويدرون؟ اذا علي وابي طالب سلام الله عليه والعباس عندكم حرامية لأن يأخذون ما ليس لهم، تقبل تلبسه ولا لا؟ شوف الله يكفينا شر مقدمتك، زين مقدمتك اتركها هذه، اقرأ الرواية وشكت، لا تقدم وتلوث. يلا اقرأ الرواية بس، يلا خليك عاقل واقرأ. راح اقرأ الرواية اخوان. راح انت ملك رسول، لحظة تفضل 30 ثانية تفضل. قسورة إذا أنا أثبتت لك الآن أنه أبو بكر وعمر استرثوا من النبي، شو تقول؟ وفاطمة الزهراء ما استرثت، شنو رأيك؟ شو تقول؟ ما أسمع صوتك. أقول لك أبو بكر وعمر استرثوا من النبي وفاطمة الزهراء ما استرثت، شنو رأيك؟ ورثة يعني. سمعت قول لي أبو بكر أسورة إن أبو بكر وعمر ورثوا، ولكن فاطمة منعها من ورثوا من النبي. أبو بكر وعمر شنو رأيك؟ أنت الحين اترك خلي أقرأ الرواية بس، اترك. طيب شو لك؟ اسمع اسمع ابو بكر وعمر وين اندفنوا بس جاوبني، من اذن لابو بكر وعمر يدفنون في بيت النبي اذا كان هو صدق بعامه المسلمين؟ هذا استرثوا من بناتهم اماكن الدفن مالتهم او هم مختصمين بالمكان؟ جاوبني. أحسنت. أحسن أنا فهمت. شكرا لك. لحظة قسورة. ما بطينا صبر. شكرا لك أخونا أكرم. شكرا لكم. أخواني أنا أقرأ الرواية حتى أعود للأستاذ ربيع حفظ الله. أختنا علياء، باقي الأخوة السنة المنصفين اشهدوا الآن على الإلزام الذي سيلزمه للأخ. أنا قلت معناه أن عليا عليه السلام طالب بما ليس حق، وقال يقرأ الرواية. طيب نقرأ هذه الرواية أمامكم على الشاشة، صلوا على محمد وآل محمد. هذه الرواية على الشاشة أخواني، هذه الرواية حرسكم الله في صحيح مسلم. ماذا يقول؟ ما طلعت هذه الرواية، هذه الرواية على الشاشة. ماذا يقول؟ يقول في الحديث رقم 49 في باب حكم الفيء، هذا باب حكم الفيء أمامكم على الشاشة أخواني.
ماذا يقول إخواني حماكم الله؟ يقول ثم أقبل هذه أمامكم، ثم أقبل. مش باينة. لا مو باينة على الجهاز الآخر، على قناة الحجة الفضائية، على الجهاز الآخر باينة. الآن سأريكم إياها أنتم. شوف إخواني، قال ثم أقبل العباس أنشدكما بالله الذي به تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما تركنا صدقة؟ فقالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكم الله إلى تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. فقال قالا نعم. هاي الرواية. الآن دعني أريك إياها. شوف هذه الرواية، اسمع. الآن علموا هو، أنا بابا، أنا أقول لك علموا، أنا أقول لك الآن علموا. طيب الآن علموا، هم يعلمان أن النبي قال معاشر الأنبياء لا نورث. الآن سؤال، الآن هذا السؤال اللي ألزمتك به. إذا كانا يعلمان أن معاشر الأنبياء لا يورثون، لماذا جاءوا وطالبوا بحق هو ليس لهم؟ أنت شوف، أنت لا يكون فكرك معكوس شوي، تحاول تشوش علينا. هم جاءوا على الفي، الباب قريت الباب؟ لا. ما جاءوا حق الورد. طيب ما جاءوا حق الورد. لا تحرف. طيب هو ماذا يقول؟ هذا ماذا يقول؟ يقول جئت تطالب بميراث زوجتك، وهذا عم العباس يطالب بميراثي من ابن أخيه. هذا عيانة، تقول ليس بالورث. شوف إخواني، هذا أمامكم. شوف هذا يقول وهذا يطالب بميراثه. شوف إخواني، هذا يطالب. شوف إخواني، أتعلمون رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو قال له جئت تطالب، فقسم رسول الله صلى الله عليه وآله أنشد عباسا وعلي، فلما توفي ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيه. شوف إخواني، هذه أمامكم على الشاشة، أمامكم على الشاشة. يقول هما ما جاء يطالب بالميراث، هذا يعني سأضع عليه علامة الأصفر. شوف إخواني، الشيعي شون وفي في النقل وينقل بوفاء. شوف إخواني، على الشاشة وضعته أصفر. هذا يطالب ميراث. يا ناس ميراث. يلا جاوب، هذا يطالب ميراث. علي بن أبي طالب يعلم أن النبي لا يورث، وجاء يعني أنا أدري أنه هذا الفلوس اللي في البنك ليست أموالي، لكن أريد أخذها بالحرام، أريد أشفطها بالحرام. شلون جاء علي بن أبي طالب والعباس يريد يسرقون الأرض وهم يدرون أنه لا يورث الأنبياء؟ يلا تورطت، جاوب. لا ما تورطت، أنا ما تورطت يا حجي. أنا ما تورط. يلا تجاوب، جاوب. هذا لا يقاطع لفوق، ليش يقاطع؟ شوي. جاوب، لماذا طلب لماذا طلب بشيء ليس لهما؟ لحظة، كان الفي عندهم ولا مال عندهم، ولما اختلفوا جو حق يا عمي أطيعكم بينهم. هذا واحد دنزل الله يرضى عليك، دنزل الله يرضى عليك. أقول له ميراث، واجيب لي هي ميراث، يعني شو تسوي لهم هؤلاء القوم اخواني؟ هذا اللي ما يشاهدون، هذا يقول ميراث. شوف اخواني، هذا ميراث زوجتي، هذا ميراث. يقول لحظه بس خليني اكبر الشاشه، هذا يقول ميراث. شوف اخواني، ميراث، هو يقول ما يطالبون بالميراث. إذا كان علي عليه، إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يعلم أن معاشر الأنبياء لا يورثون، طيب أنا أدري أن النبي لا يورث، ليش أطالب بمال ليس لي؟ ومو مرة، مرتين بزمن أبو بكر أروح طين المال الحرام، أنا أكل الحرام. يعني أنتم في صحيح مسلم كتبكم أنا العباس أكل الحرام، وأنا صحابي رضي الله عني عندما أكل الحرام، أنا علي بن أبي طالب عنده
أهل السنة والجماعة عند صحيح مسلم يطالب بالحرام مع علمه أن المال حرام، لكن أنتم صحابة لو شلوا مال حرامية هذا في صحيح. لا 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 حج وعد، لا أن احترم نفسك، احترم نفسك، احترم نفسك. إن ضغطت الحين تبغى تتجاوز، إن ضغطت تبغى تتجاوز الحين، إن ضغطت. طيب أنا بدي لحظة طيب خلينا نسمع نحن لحظة فضل. لحظة نهج البلاغة، خلينا نشوف نهج البلاغة ماذا يقول. الآن أقف، ليش انضغطت واحترم نفسك؟ لا خلينا لحظة قول أسلم. تتجاوز على الصحابة، لا هذا لازم قولكم شيخ ناصر. أنت إنسان عالم، اسمع شيخ ناصر. شيخ ناصر يا خالد سمعوا، أنا ما متجاوز. أنا لازم قولكم أن الذي يعلم أن هذا المال ليس له ويطالب به، طيب يعني يريد ان ياكل حرام. اختلفوا في شنو؟ ها؟ الحين اقول لك اختلفوا في ايش؟ الان اقول لك اختلفوا في ايش؟ الان وين التجاوز؟ وين التجاوز؟ تقول احترم طيب نفسك، انا ما متجاوز اخي. طيب لحظه لو سمحت، هذا شرح نهج البلاغه. لحظه اخوي ناصر، شرح نهج البلاغه تاليف كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، الجزء الخامس، منشورات دار الثقلين بيروت لبنان، في الصفحة 101. ماذا يقول؟ يقول عندما جاءت السيدة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وخليفته، ماذا قال؟ قال في الرواية، وروي أنه لما سمع كلامها، اسمع مطالبتها وروي أنه لما سمع كلامه حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال. منه روى وروي صيغة التمريض، منه روى؟ لاحظة هذه نهج البلاغة. مين روى؟ وذا نهج البلاغة؟ مين روى؟ يا أخي أنت تقول وروي، مين روى؟ روية يسموها من صيغ التمريض. لحظة أعطيتك المصدر. لحظة أنا أعطيتك المصدر. لحظة ضعف لي نهج البلاغة. أضعف نهج البلاغة وشنو يعني؟ إذا أثر موجود أضعف. لو سمحت لا تقاطعني لو سمحت. وروي أنه لما سمع كلامه حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال يا خيرة النساء. الآن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يخاطب السيدة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، يا خيرة النساء وابنة خير الإباء، والله ما عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عملت إلا بأمره، وإن الرائد لا يكذب أهله قد قلت. الرائد لا يكذب أهله قد قلت، فأبلغت وأغلظت فأهجرت فغفر الله لنا ولك. أما بعد فقد دفعت آلة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بعد ما توفي الرسول، ودابته وحذاؤه إلى علي عليه السلام. وأما ما سوى ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا، ولكننا نورث الإيمان والحكمة والعلم والسنة، وقد عملت بما أمرني وسمعت. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وهبها لي. قال فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب وأم أيمن فشهدا لها بذلك، فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقسمها. فقال أبو بكر صدقت يا ابنة رسول الله، وصدق علي بن أبي طالب، وصدقت أم أيمن، وصدق عمر، وصدق عبد الرحمن، وذلك أن لك ما كان لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، أي لهم قوتهم فقط من فدك، قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يأخذها، ولك علي أن أصنع بها كما كان يصنع. فرضيت
فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به، وكان يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم، ثم فعلت الخلفاء بعده. الإلزام الآن. لا كمل كمل بالله كمل 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 القراءة. كمل. كذلك إلى أن ولي معاوية فأقطع مروان ثلثها بعد الحسن عليه السلام، ثم خلصت له في خلافته وتداولها أولاده إلى أن انتهت إلى عمر بن عبد العزيز فردها في خلافته على أولاد فاطمة عليه السلام. قالت الشيعة فكانت أول ظلام ردها، وقالت السنة بل استخلصها في ملكه ثم وهبها لهم. الآن قبل الإلزام خلينا مع اللي انت ذكرتها. تفضل. أولا عادة عندما يقال روية يدري من ممكن معانا الأخ ربيع يفهم أهل الفن في هذا، روية تسمى صيغة تمريض ومن صيغ التضعيف. فقلت لك من الذي قال؟ قلت لي روية وأعطيك المصدر، لأنت هذه المسألة ما تستطيع أن تأتي عليها إثبات. هاي أولا. ثانيا لا خلينا أجاوبك على أولا. يلا تفضل. أنا ساكت. أجاوبك على أولا. أولا هذا في نهج البلاغة. نهج البلاغة لم يأتي إلا بسند واحد عن الشريف الرضي، فإن ضعفت هذا الكلام ضعفت نهج البلاغة بأكمله وألقيت به في مهب الريح. طيب تسمح لي أعلق؟ إذا كان عليك إشكال في نهج البلاغة لم يروى إلا بسند واحد نهج البلاغة. أولاً لحظة. أظن وصلت الفكرة. تفضل. شوف. أولاً يا أخي الكريم، طبعاً كل هذا أنا أكلمك من حفظي، أنا ما فاتع الكتاب. أولاً أنت ما قرأت من نهج البلاغة، قرأت من شرح نهج البلاغة لميثم البحراني. واضح؟ فأنت هذا كلامك يعني أنا ما أقول وهم منك. هيا الله سيد ميثم. أنت هذا وهم منك أنك قلت أنك تقرأ من نهج البلاغة. أنا الآن أسألك أمام الجميع بالله عليك، أنت تقرأ من شرح الشرح ولا تقرأ من نهج البلاغة؟ حيا الله السيد. أنا أعتقد أني تكلمت معك بكل أمانة حتى ذكرت لك الطبعة. الآن أعيد السؤال. أنا قلت يا أنا لا أنا شوف، احنا عندنا الامانه العلميه هذه، نحن لو على ايش قلت لك شرح نهج البلاغه رحم الله والدي. الجزء الخامس رحم الله والدي، منشورات دار الثقليه الله يرحم والدي. خلاص اذا شوف ايه؟ اذا ليس من الامانه العلميه، والاخ ربيع يعلم هذه، انه انا اقول ابن حجر قال كذا كذا ثم انسبه لاقول قال البخاري، يعني البخاري شيء وشرح البخاري شيء اخر. فانت الان لما الزمتك قلت لك لما ألزمتك قلت لك روية من، قلت هذا في نهج البلاغة ونهج البلاغة، ورجعت تتكلم عن. السلام عليكم. عليكم السلام. حجي تسمعني؟ ما عندي صوت. أسمعك أنا سيدنا، أسمعك. صوتك ما مسموع عندي. طيب أخ ربيع تسمعني؟ ربيع أخي ربيع، ربيع ارفع الكتم. ربيع ربيع تسمعني؟ أستاذ ربيع تسمعني؟ أشر لي أستاذ ربيع، أشر لي إذا تسمع. تفضل أستاذ ربيع، خلي أسمع صوتك. لحظة أخونا ناصر بلزام اللي كان يتكلم معك. رفعت الكتم لكن مش سامع. سيد لحظة. طيب بس أكتب للسيد أنه إحنا نسمعه. طيب نرجع للموضوع، أنه أنت الآن قلت في نهج البلاغة وتبين هو أخي هذا شارح نهج البلاغة، يعني عنده خطبة يشرح، لما يأتي بأمر معين أقول له وين الدليل؟ اسمه ميثم البحراني، اسمه فلان، اسمه فلان، لأن الذي يطوق أعناقنا مثل ما أنتم قلتم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما أذكر الشافعي إذا صحح لي الأستاذ ربيع قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإحنا مو عباد إنسان إنه قال، نقول له وين دليلك؟ إذا معصوم من الأئمة المعصومين
نسلم له ما عندنا أي مشكلة. ثم أنت لما كنت تقرأ قلت بعد ذلك أنه عمر ابن عبد العزيز أرجعها إلى ورثته، فتبين أنه خامس الخلفاء الراشدين فهم غير ما فهم أول الخلفاء الراشدين. لما النبي يقول الخلفاء من بعد 12 شو واحد فهم أنه يرثون فارجعها، والآخر فهم أنهم لا يرثون فلم يرجع. يرث ما يقتسمه الرسول، يرث ما يقتسمه الرسول قوتا. أتحداك بتحدي العلم، أتحداك بتحدي العلم أن تثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال يرثون ما ما يعتاشون عليه فقط على قوتهم. أتحداك الآن أمامك. الآن لا تتحداني. ميتم البحراني، هل أنت أعلم من ميتم البحراني؟ يا أخي الحبيب، ميتم البحراني ليس نهج البلاغة. هل أنت مجتهد؟ الآن أذكر قول أن البحراني يكذب، قول أن البحراني الآن تفضل الآن قل أن البحراني يدلس ويكذب، تفضل. يكذب. لا ما أقول أن البحراني دلو، أنا أقول أخطأ البحراني. شو عندي قابل هو صنم انتم عندكم ان لحظه استاذ وعد، لان الروايه يعني بتختلف مع الشيء اللي عم تطرحه ولا لا؟ لانه لا خل اخدمك، لانه اولا ما بتخدم كلامك لا، لان اولا القران الكريم ان شاء الله. انت غير سالتني اعطيني خل اتكلم. قلت ليش سيدنا تسمع صوتي سيد؟ ما صعدت انا يا استاذ وعد. يلا تكلم، تفضل. انا اللي راجع لك اياها من نهج البلاغه وجيب لك اياها المره الجايه ان شاء الله. ايه تفضل. ما تفضل يعني البحراني يعني معقول يكون مثلا عم يشرح من صحيح مسلم مثلا جايبه او صحيح البخاري؟ ايه مكتب المعارف نهج البلاغه يا شيخ ناصر. معقوله بعرف 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 استاذ. لا انا مالي شيخ يا جماعه، انا ترى من عامه الناس. ايه شوف خالد، انت مو خالد لو العدنان. العدنان ناصر. ناصر الثاني مين كان يتكلم؟ ثاني خالد. ما شايفون عندك هالجلس؟ خالد انا اللي اتكلم، انا اللي خالد. اتكلم تفضل. طيب اسمع يا اخي، اسمع يا اخي، اولا انه عندنا العالم ياتي من كتب السنه، ياتي هذا كتاب بحار الانوار فيه من كتب السنه، بحار الانوار فيه من كتب السنه، فما عندنا مشكله انه ياتي من كتب السنه ونضعف. أسمعك. نعم أسمعك. جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعني أنت سيد؟ إيه حجين أسمعك واحتذر يعني الكهرباء الآن قبل شوي. طيب أرجع سيدنا ما مشكلة. فأخونا الكريم بالنسبة تقول لماذا؟ لأنها لا تنسجم مع ما تطرحه. لا، لأنها ما تنسجم مع القرآن. القرآن يقول وورث سليمان وداود، وراثة موجودة. فأنا عارض الحديث يا أخي، غير سألتني خلي أكمل. أنت قلت لي ليش ما تقبلها؟ لأنه ما تنسجم مع طرحك. الجواب لا، لأنها لا تنسجم مع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول وورث سليمان داود. ثم ماذا قال؟ فهب لي من لدنك وليا. ثم ماذا قال؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. فالقرآن الكريم يبين أنه الميراث موجود. فلما ميثم البحراني، ميثم الموسوي، ربيع، أي واحد يطرح شيء يخالف القرآن أرد عليه. هذا هو المبدأ اللي عندنا كما علمنا الإمام الصادق عليه السلام. طيب يا أستاذ بعد من القرآن شو ورث سليمان داود؟ بغض النظر اللفظ يفيد العموم، ورث له سيارة، ورث له جمل. إن شاء الله. بس لحظة أخونا، الآن الآن اللفظ يفيد العموم ولا لا؟ الأصل في اللغة العربية عندما أقول أطيع الله، هذه أطيع الله يعني نطيع الله في مورد ونعصيه في مورد، أم بالعموم نطيع الله؟ لا هي جاءت بصيغة الجمع يعني القياس. القياس عندكم لا يجوز يا عمي. يا قياس يا شيخ خالد يا قياس، أنا أتكلم بالقرآن، وين القياس؟ الله يقول اطيع الله واطيع الرسول. وعد ترى ليك يا استاذ وعد، انت اي حدا بيطلع عندك على الجيست ترى ما هو عالم له شيخ. يجيبوا لنا شيخ، متعبنا والله تعبنا. لحظه
بتطرح الفضائية على أنه اللي صادين معك على الجست هن علماء ويا لطيف أنا غلبتهم. يتفضل الأخ خالد طرح لك رواية ما انسجبت مع طرحك صرت تقول ما طرح رواية ابن عمي يا ابن عمي هو طرح الآن ما... يا ابن عمي افهم رجل يشرح لما جاء يشرح جاء بلفظ يسمى صيغ التمريض هو قرأ قال روية قيل قال قلنا كل هذه تسمى طيب يعني صيغ تضعيف يعني يا ناس طيب لحظة يا ناس البحريني معقولة هالمعلومة اللي عمي مو البحريني البحراني شنو البحريني البحراني اسمه البحراني هاي المعلومة اللي عم تقولها انت معقولة مش فارقة عليه له ايه معقولة يعني شو قابل هو ملك معقولة والله معقولة ومعقولة ممكن تمروا عليه وما تمروا علي هذا امر طبيعي يا اخونا هالشون شكرا لكم اخونا تفضل استاذ ربيع وبعدين السيد يعني ميثم يعني لحظة مداخلة بسيطة يعني اذا الرواية ضعيفة لا تأخذوا بها لا هذا الكلام مو صحيح شنو هي الرواية حجينا اذا متأكد من هذا الكلام طيب خلينا نشوف نحن هذا الكلام صحيح ولا لا في تفضيل وسائل الشيعة للحر العامل صفحة 206 يقول ماذا يقول اسمعوا الآن بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق يعني جميع أحاديثكم لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا هذا أول مخالفة لمباني الحديث عند الشيعة بل بينهما عموما من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب بدليلها لماذا؟ يقول وكيف وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه بل أنه أيضا يقول في موضع طيب هذا الكلام أخي العزيز أولا إذا يجب أن تعرف مباني العلماء في قبول الروايات شوف إحنا دائما أنتم حينما نقول لكم أنتم كسنة مخالفين يكفر بعضكم بعضا طيب وينزندق بعضكم بعضا تقولون كذلك حجينا صوت عندي موجود إن شاء الله موجود سي تقولون أنتم شيعة أنتم إخبارية أم 12 اسمعني أخي لا حول ولا قوة إلا بالله تقولون أنتم إخبارية أم أصولية؟ أخواني الأخ ربيع منتظر بكل أدب وما قاطع وهو دوره أنتم الآن بقد تكلم سيد ميثم تقاطعوا يا أخواني الآن ولا سيد شوفوا أخواني يا أخ ناصر ما بتسكت ما بتخليني جاوب ما بتخلي الواحد حتى يحكي أخ ناصر أنا أحترمكم وراح أقدمكم دور بس بالدور يا ناصر أترككم يا ناصر لا حول ولا قوة إلا يا أخي بالدور يا حبيبي يا ناصر ناصر تيش معصب ناصر إذا كان في زندقة فزندقة يعني وبلا مؤاخذة من كلمتي اتركوا يا ناصر بالله تتركوا ناصر هاي يا علماء ناصر يا حبيبي ناصر كلام السيد ميثم شئت الآن أسحب لك كلام ابن عثيمين أنتم تقول كلام الذهبي يقول الصح مو فهموا فقط العلماء الصحابة كفر بعضهم بعض والعلماء يتغايرون كلمة ما أريد أجرحك قال من هم ابن عبد البر في عندما في بيان جامع العلم وفضله فعلماءك هم اللي قالوا هذا الكلام يكمل الأخ ثم ربيع الشيخ ربيع ثم أعود لكما أنتم أخوة أعزاء وخلونا نتحاور بهدوء تفضل سيدنا طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين أخوان الأعزاء الأخوة ما يعرفون أن هنالك مباني في قبول الحديث تختلف عند بين الشيعة الإمامية والعفوا الأصولية والإخبارية الحر العاملي من الشيعة الإخبارية الفرق بين الشيعة الإخبارية والشيعة الأصولية هؤلاء
يعتقدون انه هنالك فرق في العقيده. لا لا، الفرق في قبول الحديث، في طريقه قبول الحديث. هؤلاء الحر العاملي ومن ذهب مذهبه ذهبوا الى ماذا؟ الى صحه كل ما ورد في الكتب الاربعه، الا استثنوا منه عده امور، وضعوا عده قواعد لهذه المساله. الشيعة الأصولية قالوا لا، إنه يجب الأخذ بعلوم الحديث كلها وإضافة القواعد الأخرى العرض على القرآن غيره 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 غيره. طيب، الرجل الآن يتكلم ينتقد مباني الشيعة الأصولية لكونه ماذا؟ لكونه عالم إخباري. واضح؟ إحنا ما عندنا فرق بين الإخبارية وبين الأصولية، فقط في قبول الحديث فقط. واضح؟ فالآن الآن إخوان، يعني الأخ ماذا فعل؟ مثل ما يأتي الآن بكلام ابن حجر العسقلاني مثلا في الصفات، ها، ويحتج عليه به وهو سلفي. زين، يحتج وهو سلفي. هذا الأخي كلام ما يصير، يجب أن تنتبه لهذه المسألة، تنتبه لهذا الكلام. الحر العاملي جاي ينتقد مباني الشيعة الأصولية في قبول الحديث. لماذا؟ لأن طريقته في قبول الحديث تختلف عن الشيعة الأصولية. هذه في كل مقطع الأمر، لا أكثر ولا أقل. هذه نقطة. النقطة الأخرى حجين عزيز، أنا يعني في حالة دخلت متأخر، هم يتكلمون عن مسألة الوراثة وحول فاطمة عليه السلام، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث. حجين العزيز غالي، الآن أنا أريد الآن ألزمهم بإلزام، وهذا الإلزام بروايتين فقط. أريد الأخوان إن شاء الله يضعون الحل، لأنه طرح على كثير من علماء السلفية وإلى اليوم ما في جواب، ما في جواب. يقول نعم نعم نعم، يقول أحمد في مسنده برقم 14، يقول حدثنا عن أبو طفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر، أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أم أهله؟ قال لا بل أهله. انتبه، لا بل أهله. السؤال طبعا الأرنوط يقول إسناده صحيح الحسن، رجال ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن جميح ثم رجال المسلم. الآن ما الذي ورثه؟ ما الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا ورث؟ أبو بكر قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الآن يقول أهله ورثوه، ما الذي ورثه أهله؟ ما الذي ورثه أهله؟ اثنين عندنا في كتاب الله، إما العلم وإما المال، فماذا تقولون؟ إذا قلتم المال كذبتم أبو بكر، وإذا قلتم العلم انتهت القضية. أهل البيت ورثوا علم رسول الله، أبو بكر وعمر يطلعون برا، يطلعون برا خارج الملعب، خارج الملعب. تفضل شيخ ربيع، تفضل أخ ربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرح عن المزايده رضي الله عنها من الشخصيات المتفق على طهارتها وعفتها وعلوم كناتها من كل المسلمين ضوءهم ومزاهدهم، كل من يتفوق في حقها بلفظة سرا أو علانية، ولعن الله كل من ظلمها قولا وفعلا او اعتقادا. ولكن من حقنا نحن اهل سنة الجماعة ان نسأل عما قد يلتبس علينا من صدور التفاق. اخ ربيع صوتك ما واضح، لو شوية تتحرك كمل. لكن من حقنا ان نسأل، ومن حقهم أن تجيبوا علينا طالما أننا نسأل أسئلة. أخ ربيع صوتك مو واضح، الخط مو واضح، أنا أعتذر منك شديد الاعتذار، لأن الصوت مو واضح. تفضل أنت الآن تكلم، راح تشوف أن صوتك بالستوديو يطلع غير جيد. تفضل فرصة نقدم. أنا سمعت أستاذ واحد، تفضل تكلم. ما سمعتش اي حاجه اللي قلته، ولا عيد ثاني ولا لا؟ لا انا فهمت، لكن الجمهور ما يفهمني، صوتك متقطع. انت عندي تمام، هل سمعت المقدمه؟ سمعت المقدمه. اعمل ريستارت اخ ربيع، اعمل ريستارت، اعمل ريستارت، اعمل ريستارت ان شاء الله، اعمل ريستارت. السلام عليكم. تفضل ابو كريم.
والله الحمد لله على السلامة حاج وعد. بس الأخ هذا دلس في شرح النهج البلاغة لابن الهيثم. ابن هيثم إذا ترجع إلى صفحة 104 يقول: واعلم أن فدك كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنه لما فرغ من أمر خيبر قذف الله في قلوب أهل فدك الرعب، فبعثوا إليه صلى الله عليه وآله يصالحون على النصف، فقبل ذلك منهم، فكانت له خاصة إذ لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وروى أنه صالحهم على كلها. ثم المشهور بين الشيعة والمتفق عليهم عندهم أن رسول الله أعطاها فاطمة عليه السلام، وروى ذلك من طرق مختلفة، منها عن أبي سعيد الخدري قال إلى اللي هو هذا بتر الكلام منه، وبتر أيضا كلام أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على الشيخين ولم تأمر بالصلاة اللي قبل بجملتين اللي هو رواه. سمعتي أختنا عليا؟ سمعتي أختنا عليا؟ يعني أنا الكتاب مو عندي الآن، لأن أنا اليوم الأخوة مو موجود فمشغول. أقدر أطلع على الشاشة أمامي الكتاب وأنا دا أقرأ من الكتاب الآن. شو سمعت أخت عليا؟ لا مو ويا غاضبة. مو أخت عليا يعني قامت تصلي على محمد وعلى محمد، شيء جيد وتكبر، لكن على حال اللي وأقسمت أن لا تكلم أبا بكر ولا تدعون الله ولا تدعون الله عليه، ولم تزل كذلك حتى حضرت الوفاة، فأوصت أن لا يصلى عليها، فصلى عليها العباس ودفنت ليلا. وروى أنه هذا وروي أنه لما سمع كلامه، طبعا هذا من كلام السنة لما يتكلم عن عمر بن عبد العزيز، هذا يقول قال بالأخير قالت السنة بل استخلصها في ملكه ثم وهبه. طيب روية ليش غير ما اتفقت عليه؟ ليش نزلت خالد؟ ليش نزلت خالد؟ والله ما نزلت. أنا نزلت. أنا نزلت لأن يقاطع كل شوي. طيب. طيب الآن 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 إخواني لحظة أخونا يا ناصر لحظة. إخواني الآن رجع معانا الأخ الشيخ ربيع، إن شاء الله يكون الصوت، لكن أريد أن أقول الآن سنبقى نبث على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. إخواني سنستمع إلى الأخ ربيع، وانضم إلينا سماحة الشيخ عبد العزيز أبو عائشة، حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم. الشيخ الفاضل سيكون معنا أيضا، وكذلك الأخ أبو محمد من الخ